صباح الخير كبيدات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، الامور ديالكم مزيانه. يا اختي كنقول لكم صباح الخير حيت عندنا الصباح، المهم البارح جينا بالليل عشية العشرة بحال هكاك، المهم 11 ونص لقاتنا نعسنا صافي. عطات البنات هكا شي حاجات، شي ديسير، كلي لنا شي حاجات خفيفين صافي ونعست. هاد الصباح هذا عاد غادي نبداو عاوتاني في الحرب والقتال. صافي شفت معايا شي حاجات، شي سايكان ديال داكشي اللي نيت اللي كنت كنجمع، كما قلت لكم داكشي اللي كنجمع في السيمانه كنجيبو في الويكاند. المهم ما ديوش عليا، مازال ما فقتش منه، حس مازال كنحس براسي عيانه. المهم شي خوان دابا كيصايب لهم غادي يعوموا اليوم اللي كاين سنتين دونك. قلت لكم كاين شي خوان كيصايب لهم لابيسي البنات، غادي يعوموا. قلت لك لاله قالك بغاو يعوموا مع كاينه الحراره، فرحانين. وانا غادي نصايب دابا الفطور. يو هابي راسي؟ يس. انتم شفت ليهم؟ بغيت نوريكم انتم شفت ليهم؟ المايو تاكي راسي لها المايو ديالك، هلا هذا ديال سيستر. بغاو مجيو كنلقى التعاليق ديالكم كتقولوا لي كيعاونك ونعم الرجل ونعم هذه البنات، قسما بالله العلي العظيم الا كيعاونني، ولكن بحال تقولوا انا كندير 70% هو 30%. راه ماشي شي تعاوين صحابكم، داك التعاوين ديال القلب لا نهائيا. راه انا كندير ثلاثه المرات على داكشي اللي كيدير هو. شوفوا غير الفيديوهات غادي يبينوا لكم هذاك الجمع ديال الحوايج انا اللي جمعته، كنجيب هنا انا اللي كنستف، انا اللي كنجمع، انا هو كيدير هذوك الشغالات اللي ماشي ممكن انا نديرهم، ديال الصباغه، ديال تقيب الحيوط، ديال التركيب ديال الحاجات. اما داكشي ديال زعما يعاونني في تستاف هذا لا لا نهائيا البنات. كبيدات المهم يلا سالينا الفطور عاد غنجمع الطبله. شوفوا روينا هنايا البنات دايرين ليا طيرون جمو، قالك باغيين يعوموا ولا مشاو يعوموا خصني انا نجلس نحضيهم وانا مشغوله. المهم كنقول لهم بلاتي راه مازال بارد الحال، واخا اليوم الحال سخون، كنقول لهم بلاتي زعما غاديك الوقيته اللي نقدر نقاد فيها هاد البيت هادي اللي كاين هنايا لتحت، انا غادي نشاركها معكم، غنشارك معكم شنو خدينا وشنو شرينا وهذه. المهم دابا غادي تشوفوا معايا. المهم كبيدات هادي الدخله ديال الدار، كدوري مع هنايا اللي كاينه الكوزينه كما كتشوفوا، او هاد الجهه هادي كاينه الدخله ديال البيت اللي كنت وريتكم فاش كانت عامره بداك الحوايج ديال الناس اللي كانوا ساكنين هنايا، جاو داوهم. ديك المره السيمانه الفايته مسحتها انا، جففتها هي والطواليط، انا غادي نوريها لكم. جففتها وعزفت القنات من كلشي الخمله وداكشي اللي كان. المهم وفاش ما كنتش انا هنايا خدينا هاد الناموسي هادي، شخوان صايبها مونطاها، المهم قادها. باقي لي زاكسيسوار ديال الناموسيه عاد غادي نصايبوهم ان شاء الله اليوم. هنايا نعسنا البارح حقاش الفوق ما كاينش الناموسيه. هاد البيت هادي ان شاء الله اولا نديرها ديال الضياف. خدينا ناموسيه غير دوبل حقاش البيت صغيره ما كبيراش، دوبل باش تجي هي هذيك، باش يجي هنايا الكوفوز ديال الطابل ديال المكياج وداك لي زاكسيسوار ديال الناموسيه. كما كتشوفوا خديت الناموسيه في الكري هكا ديال الفولوغ، وهنايا كاين هنا هذا المجر هنايا ستوريج نقدر ندير فيه اي حاجه، كاين من هاد الجهه ومن هاد الجهه، هانتوما هاد الجهه ومن هاد الجهه البنات. شي حاجه اللي زوينه ممكن زعما كيعاونوا هاد ستوريج، كيعاونوا ستوري فيهم اي حاجه. كما قلت لكم لي زاكسسوار ديال الناموسيه عاد نجيبوها هنايا، غير ديبانيت البارح بهاد ليزار هذا هنايا نعسنا وصافي.
المهم هاد الكراتين هادو غادي نحيدهم، فيهم داك الروينه ديالي كما كتشوفوا. المهم البيت شوفوا السخان فين كاين البيت، هاد البابي هذا كان ديجا هنايا خليته، وصراحه عجبني غادي يجي جامعتش مع ناموسيه، زعما الالوان زوينين. وهنايا كاين بلاكار كما كتشوفوا، هادشي راه مازال غير خصني مازال نمسحو بلاكار، شوفوا مطبع. هنايا الشرجم اللي على برا، وهنايا كاين هاد البلاكار هذا، شوفوا هاد البلاكار نقدر ندير فيه اي حاجه، الميكاب ديالي، اي حاجه زوين ياك. وتا لي زاكسسوار الناموسيه في البيض غادي يجيو ماتش مع هاد البلاكار. وهنايا حيت هاد البيته ديال هنا جات بحال سويت، فيها الناموسيه هنا كتجي هاد الدوره هادي كتلقاي حمام اعزكم الله كما كتشوفوا. ها هو هادشي كله مازال خصو يتنقى، راه عندك المره غير عزفت البيت وجففت الارض، اما هاد الطواليط مازال عاد غادي ندور ليها. هانتوما كما كتشوفوا الطواليط ديكوراسيون ديالها هكا دايره في الكحل ياك. كاين هاد المرايه هنايا صايره ما كبيراش، المهم هادشي كلشي خصو عادي يتنقى ياك صافي، باش فاش يجي الضيف ها الحمام ديالو، ها فين ينعس، ها الراحه والاستراحه. انا هادشي اللي كنت كنشكي منه البنات، كنت كنقول لكم ديما عندي مشكل فاش كيجيو عندي ماما وبابا، كيجيو عندي العائله ديال شخوان، ديما ما كيلقاوش فين ينعسوا، هذا هو المشكل الكبير. الحمد لله تحل. غادي نجي هنايا غادي باش نوريكم لي زاكسيسوار ديال الناموسيه اللي عاد غادي ان شاء الله غادي ندخلوهم للبيت ملقتي يجي شخوان مشى خدام. كاين هذا ياك خمسه ديال المجوره ممكن ديروا فيه اي حاجه. كاين هذا واحد غنديروا في واحد الجنب يا اليمين يا اليسار ياك. وكاين هاد الطابل اللي كتشوفوا ها هي، راه فوقها واحد الجاجه هي حدا غادي نجيبها مع على برا، راه باقا على برا صافي. نشوف شنو هنايا، هنايا هانتوما شوفوا هانتوما كاين هنا مجر شو ها لي زاكسيسوار عاد ندخلهم، وان شاء الله فاش غادي نساليها غنشارك معكم النتيجه النهائيه. في الاول كنت عواله ما غادي ندير حتى شي حاجه، حتى يجي اخوان باش يعاون معايا ويهز معايا، عيط له قال لي غادي تعطل صافي ما بقاش عندي الامل صافي. عولت على راسي وقلت غير اللي درت، المهم خاصني ما نجلش وما نضيعش الوقت، كنجي غير يومين خاصني نقضي فيها الماكسيموم ديال الشغالات وصافي. كما كتشوفوا بديت دقه 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 صافي الحمد لله ساليت. وفضل القطع ديال لي الله داس كنت تهرس لي الضفر ديالي عرفتو، ناط فيه العافيه في الصبع ديالي، ومع ذلك صافي قلت ما عندي ما ندير كملت. كما كتشوفوا صايبت بعد ناموسيه الاولى نقرتها كنمسح الجاج، بعد بقيت كنجيب دوك لي زاكسيسوار غير بشويه كندفعهم غير مع الارض، ما هزيتهمش غير كندفعهم وصافي. وسبحان الله العلي العظيم البنات كنت واحد الكوفر اللي هانتوما غادي تشوفوا غادي نغشي به دابا الناموسيه، كنت شريته شحال هادي فاش كانوا لي سولد وقيلا في راس العام في الزيتي، وتصوروا جبدتو دابا وفرشتو جا كيحمق جا ماتش مع الناموسيه بحال هادو يقولوا. كنت عالمة انني غادي هادشي الشكل ديال البيت وداكشي، المهم سبحان الله العلي العظيم فاش جبتو جا اسختي مع البيت مع الالوان مع كلشي. هنايا كنت دايخه عرفتو تعصبت، بقيت كنبلاني كنقول هذا خصو يدوز من هنا، هذا خاصني نجيب داكشي عبار، وبغيت نحطهم كاملين ما بغيتش زعما نحيد شي حاجه ونخلي غير شي حاجه، قلت كلهم مهمين. داك الكوفوز خصو يكون حدا ناموسيه ضروري، كتبغي تحطي تليفون كتبغي تحطي اي حاجه كديري الفيوز حداك، وهذا وديك الطبله ديال الميكاب خص بنادم يحط فيه اي حاجه الريحه اي حاجه، المهم ضروري كاملين. وهاد خمسه ديال المجوره ولا جا عندك شي حد يلقى غير فين يحط داكشي ديالو حويجاته وهذا. المهم في الاول ديك الحطه اللي درت ليهم في الاول ما جاوش، تعصبت بقيت كان بلاني حتى جبت هاد العبا هاد
هذا الشكل هذا ديال البيت في الاخر عاد اقتنعت، عاد حسيت براسي وليت بخير، كنت في الاول تعصبت. المهم صافي ملي ساليت البيت كما كتشوفوا فرشت هذاك الكوفر اللي قلت لكم، جا واعر عجبني. كنت يعني شريته صراحة البيت ديالي ديال الدار القديمة اللي فيها، ولكن بقيت كنقول لا ما نفرشو صافي خلي حتى ان شاء الله نشدو الدار ونفرشو، باش هكا حاجة جديدة كتجيك زوينة كتحلالك. وسبحان الله خليته حتى فرشتو كتاب فرشتو في هاد البيت هادي. صافي هنا دزت الحمام حتى هو دقه 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 حتى ساليتو. ما كان صراحه موسخير، هو الكحل كيبان فيه الوسخ، كيبان مطبع كتبان فيه الغبره كتبان فيه، خص ضروري المسيح اجوغ. اي حاجه كحله راه دازت عندي واحد صالامونجي كانت كتعذبني. وصافي هنايا صافي ختامها مسك، ساليت بالطواليت حشاكم كيعومو رازين كتشمش. شوفو كيردو الشيبس، شوفو الشيبس هاي سخون غيطلع ليه الدم. رونو الجردة راسيل ديجا كاينة داخلة كتعوم. المهم البنات لولاطة تبارك الله عليا شكر راسو. الحمد لله الحمد لله ساليت البيت. المهم اي حاجة حيدت عليها كنفرح. هاد البيت هادي صافي طرقناه، المسمار ديالها بقى واحد دوتوش هكا قلالين، انا ندور لكم اختي تشوفو معايا النتيجة النهائية. انا فرحانة. ها انتم اختي بسم الله ندخلوا برجلينا اليمين. ها انتم هنايا راه خاصينا المخد، راه خليت الغشاوات ديالو هنايا كما كتشوفوا. هنايا كنقول لكم الحوايج اللي باقيين خصهم يدارو، هذاك بلايص ديال المسامر خصهم يتسدو، هذيك خدمه ديال شخوان درت اختي هذاك الفيديو تماك. ايوا درت هذا هنايا. شنو الحاجات اللي مازالين خاصني نشد جافيل ونحيد هاد بحال دابا الطبعات هادو فاش كنا كندخلو هذا كيتقاسو، هاد الطبعات هادو حتى هما من هنايا صافي كلشي مسحتو. هانتوما كتشوفو هنايا حتى هادي مسحتها، والحمام كما كتشوفو حتى هو نقيتو. هاد السرجم هذا كله كانت فيه الخمله حليتو مسحتو كامل. المهم كيما كتشوفو صراحه الكحل دغيا كيبان فيه الوسخ، ولكن ما حاولتش. المهم درت جهدي كامل مسحت هاد المرايه هادي حتى هي هانتوما صافي مسحت حتى هاد السخان كانت فيه الخمله هنايا صافي. طواليت عايزكم الله هادشي اللي كاين وصافي. وهذه نظره شامله على البيت. تتقول لي كيفاش جاكم، كيفاش جاتكم البيت، تتخليوا لي الاراء ديالكم. كاين هنايا هذا الشريجم هذا هو اللي كيدخل الضوء للبيت، ها وهذا راه بلاكار. هانتوما بلاكار هذا كله خصو لي غوتوش، خصو يتصبغ باش يبانو دوك الطبايع، دوك الطبايع باينه فيهم ديال الكولا بحال قلت هي دوك، فاش صايبوه ما صايبوهش مزيان غير ديباناه وصافي. هنايا هادو راه غادي ندير شي حاجه وندير جافيل ونمسح هادشي كلشي خصو تحيد صافي. هذا مكانك البيدات، هذا مكان والمخاط خصنا تنشريوهم، راه داكشي اللي غيتشرى راه مازال صافي. كاين هنا واحد المسمار لاصق خاصني نشوف واش نلصق فيه شي ديكور ولا شي حاجه ولا يتحيد تا هو ويتسد. المهم هذا مكان.